بعد المصادقة من قبل الحكومة على قانون الكاميرات، نصب الكاميرات، بالرغم من معارضة المستشار القضائي للحكومة، هل سينجح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتمرير هذا القانون في الكنيست؟ كيف سيؤثر هذا القانون على خصوصية الناخبين والناخبات؟ وماذا عن حق التصويت والممارسة الديمقراطية؟ كيف تؤثر هذه المبادرات على الأجواء الانتخابية داخل البلدات العربية؟ كيف يمكن أن يرد الجمهور على هذه المبادرة؟ هل سيتأثر أم سيبقى غير مبالي؟ إلى أي مدى يعتبر الجمهور محاولات سن القانون الذي يقف من ورائه رئيس الحكومة محاولات من قبل الليكود لكسب المزيد من الأصوات؟ إذن حول مجمل هذه التساؤلات وغيرها أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم ناصر أبو صافي، الناشط السياسي وعضو بلدية قلنسوة، حسن غفاري، ناشط وطني وسياسي، المحامي عادل بدير، مرشح ثالث في حزب الوحدة الشعبية. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. نعم، أبدأ معك المحامي عادل بدير. الآن بصفتك محامي ومش كمرشح ثالث في حزب الوحدة الشعبية، اليوم تم المصادقة على اقتراح هذا القانون، نصب كاميرات داخل في غرف صناديق الاقتراع. باعتقادك هل الكنيست يمكن أن تصادق في القراءة الأولى الثانية والثالثة على هذا القانون؟ اعتقادي نعم، لا شك أن نحن نرى أن نتنياهو يفعل ما يريد في الكنيست وخارجها، وهو يسيطر سيطرة كاملة على مجريات الأحداث، على كل الائتلاف الحكومي بأشمله، لأنه كله يميني بحت، يعني ما في جدال في هذا الموضوع. رأيي يعني سيمر القانون بسرعة فائقة، ولكن بالنسبة لتداعيات القانون هذا على التصويت، أنا برأيي كالتالي: إحنا في عنا نوع من الفوبيا من الخوف، الهلع، الخوف من أي تدخل جسم غريب. يعني بدل والأحزاب، في قسم من الأحزاب العربية بدأت يعني تدافع أو يعني زي نوع من الانتفاضة، إنه ليش بده يدخل وليش بده يدخلش. أنا بقول إنه إحنا بالعكس، أنا مش لازم تأثر علي في حالة أنه تم المصادقة، ولازم أن نكون جاهزين أنه يتم المصادقة على هذا القانون. في حالة أنه تم المصادقة على هذا القانون، أنا بقول ما المانع أن يكون عندنا الوعي الكافي والمعرفة الكاملة أنه حقنا الطبيعي والديمقراطي. ماشي، أليست وسيلة يعني هناك أيضا الطرح الذي يقول يعني يمكن أن تكون هذه وسيلة لترهيب وتخويف الناخبين والناخبات من الوصول إلى صناديق الاقتراع؟ إذا كان الموضوع يقتصر على الوسط العربي فأنا وافق هذا الشيء، ولكن إذا الموضوع يقتصر على كل إسرائيل، يعني من المتدينين وعلمانيين وكل الفئات والمستوطنين، فلا بأس في ذلك. يعني بالنهاية بقول يعني لا يجب أن نكون إحنا في مرحلة خوف، إنه إحنا لا، بقول إن الوعي لازم يكون أقوى من الكاميرات، والجواب تبعين لازم يكون 90% من مصوتينا يطلعوا. إذا نتنياهو أراد أن يكون 50% أو 60% أو 40% من المصوتين العرب أن يشاركوا في هذه الانتخابات، فالجواب يجب أن يكون في أيدينا، ليس في أيدي أي واحد ثاني. في يدنا نحن أن نخرج 5 دقائق أو 10 دقائق نقف أمام صندوق الاقتراع وندلي بصوتنا، لأن القانون لن يكون وراء الستار، القانون سيكون في ساحة التصوير، لن يكون في ساحة، سيكون في الغرفة ولكن ليس خلف الستار. نعم، كما أسلفت أنه المستشار القضائي يعارض على الموضوع مبدئيا، ولكن إذا أقرت الكنيست أنا بعتقد كمحامي يعني في الدراية كبيرة، وحتى لو قررت الكنيست، أنا سؤالي لك، هنالك الآن أيضا من يهدد بتقديم التماسات لمحكمة العدل الدولية، حتى حزب العمل يعني قال عمير بيرتس قال نحن سنتقدم بهذا الالتماس. هل يمكن إذا ما تم طبعا المصادقة النهائية على هذا القانون أن يصمد هذا القانون من الصعب في امتحانات محكمة العدل العليا؟ أنا بقول محكمة العدل العليا عليها هجوم قوي جدا في السنين الأخيرة، وهي يعني متحفظة جدا في موضوع إلغاء قوانين، لانه لو ايه يعني في عندنا هنا مثلا من الرئيس بالانتخابات او من الحكومه نفسها ممكن، ولكن اذا كانت الكنيست اقرت هذا الموضوع نعم، يكون من الصعب جدا ابطاله. استاذ حسن غفاري، انت كناشط وطني سياسي، اذا هل يمكن لهذه المبادرات او مثل هذه المبادرات اقتراح هذا القانون، نصب كاميرات داخل غرف الاقتراع، أن تؤثر على الجو العام داخل المجتمع العربي، الجو الانتخابي؟ وأنت تعلم يعني هناك من يقول أنه في عدم حتى الآن عدم مبالاة من هذه الانتخابات. لا ينبغي أنها تأثر أبدا، إحنا اكتسبنا حق الاقتراع والجنسية الإسرائيلية من يوم تأسيس دولة إسرائيل، مش كرم من دولة إسرائيل ولا من حكومات إسرائيل، هذا كان
قرار دولي اللي فرض على إسرائيل إنها تعطي المواطنين العرب اللي بدهم في حدودها حقوق الجنسية والانتخاب في الكنيسة وفي كل النقابات والهيئات. هذا مفروض على إسرائيل، مفرض على إسرائيل بال48، فما يخلفش عليهم. هاي واحد. ثانيا، إحنا يعني كل التحايلات هاي الكاميرات وغير كاميرات ومنقبات وبعرفش شو، ما الهدف منها حسب هاي تحايل على إيش؟ من الحكومة على القانون اللي تقريبا الوحيد اللي فيه مساواة بين كل المواطنين يهود وعرب. وأنا بتذكر كلمة رئيس الحكومة السابق الراحل شمعون بيرس، كان يقول كولوت لو شوكليم كولوت سوفرين، الأصوات لا تقبل لا توزن، الأصوات تعد وتحصى. هاي إحنا كل صوت عندنا في مجتمعنا العربي المفروض يكون متماسك في الداخل هون. إذن هل هذه حلو، هل هذه المبادرة يمكن أن تؤثر ماضي؟ ممنوع حشوي، بس يتحايلوا علينا أستاذ حسن. يعني بس إحنا برضو يكون عندنا الوعي الأكبر. حلو. إنه ما احنا بنهبش من هاي، ما احنا متعودين بأثر على الجمهور. هل مش لازم يأثر؟ لا ركز، مفروض ما يأثر. خليني أسألك. نعم. هل هذه المبادرة يمكن أن تشجع الجمهور، تحث الجمهور على التصويت؟ أنا أدعو إنها تشجع الجمهور على التصويت كرد فعل إيجابي، مش كرد فعل سلبي إنه إيه بلاش العادي إنه الدور الجاي يقوله بالناس كاميرا. لا، كرد فعل إيجابي. كرد فعل إيجابي. إحنا أقلية قومية، مفروض نكون مجتمع متماسك. نعم. ممنوع نفرط ولا بصوت في هاي الانتخابات وبكل انتخابات. نعم نصر أبو صافي، إذا يعني هل يعني إذا ما تم سن هذا القانون، أو حتى إذا يعني لم يسن هذا القانون، في اقتراح قانون، هل هو محاولة أيضا من قبل الليكود لجذب أصوات من اليمين أكثر فأكثر؟ لا شك أنه القانون وتداعياته ونشأته ومبادرته أجت من محل مش سليم، محل ونوايا سلبية جدا من جهة اليمين اتجاه الناخب العربي. فإحنا بنتوقع من هاي من هون من ناشد الناخبين العرب أصحاب حق الاقتراع أنه يطلعوا 100% نسبة تصويت العرب هاي المرة في 17/9، مش مهم شو ينتخب، يطلع يختار ويفكر، والأنسب بشوفه. هاي هي الثقافة اللي احنا نزرعها في أبناء شعبنا، هذا حق وحق لكل مواطن عربي، وهي هو الشيء اللي احنا فيه مساواة مع بقية المواطنين. فإذا عندنا حق لازم نعرف ناخذ حقوقنا، مش نتنازل عنها كبقية الحقوق اللي تنازلت عنها. طب هناك من سيطرح هذا الطرح بشكل الموضوع اللي نطرحه؟ يعني ايضا يمكن يكون هذا الطرح قائم انه طب من شو الخوف، حتى لو قامت الحكومه، وهنا انا اتواصل مع حديث المحامي عادل بدير، حتى لو قامت الحكومه بسن هذا القانون وادخال كاميرات مراقبه داخل غرف صناديق الاقتراع، طب شو المشكله؟ لما الخوف؟ يعني بالعكس، انا جدا بتساءل منين الخوف وهالضجه الكبيره هاي على قانون ومش قانون. الكاميرات موجوده اليوم بكل محل، في كل بيت، بكل مؤسسه عامه، بالشوارع موجود الكاميرات، وتكون بالصف او بالغرفه اللي فيها انتخاب، شو المشكله؟ اذا احنا بنطلع ننتخب وبننتخب صح وحسب القانون. وبهالمناسبه بفكرش انه انا او اي حدا من المواطنين اللي عنده شويه مسؤوليه مع انه التزييف او مع انه ننتخب غلط. احنا بدنا مواطنين يطلعوا ينتخبوا، يمارسوا حق اللي عندهم الانتخاب، ويعملوا انتخاب صح وفق القانون. احنا شعب راقي ومثقف وحضاري، وبدنا نسلك في حتى في هذا الباب بشكل حضاري وراقي. لا بهزنا كاميرات وحطوا مليون كاميرا وراء الستار، حتى انه نحن ما فيش بين قصدنا. اذا يعني انا لا اعلم الموقف الرسمي لحزب الوحدة الشعبية من موضوع طبعا ادخال كاميرات مراقبة، وفي عندنا برضو القائمة المشتركة، عندنا حزب كرامة ومساواة. في مثل هذه الموضوعات المحامي عادل بدير، أليس من المفروض انه يكون في تعاون بين الأحزاب؟ لأنه هنا الحديث عن حق طبيعي للممارسة الديمقراطية، حق طبيعي للناخب أن يقترع، هذا إذا لم يكن مقاطعا. طبعا في مقاطعين اللي هن مبدئيين أيديولوجيين، وفي مقاطعين اللي بفكروا أنه أنا بدأ أقاطع، ولكن للحفاظ بسأله بقضية الممارسة الديمقراطية، لما يكونش هذا التواصل بين مما لا شك فيه أنه المستهدف الأول والأخير في هذا الموضوع الوسط العربي، فيش شك
يعني هم بيحكوا او من بشكل واضح او غير واضح انه الوسط العربي في هناك عمليات تزييف، هيك المقصود منها، واحنا بدنا نعمل عمليات تزييف، هذا المقصود منه. هسه انا بقول انه ما دام الاحزاب العربيه الموضوع هو بيهم كل الاقليه العربيه، لا مانع من انه تقعد كل الاحزاب العربيه، لانه الجميع مستهدف في هذه الحاله من المنطلق اللي بده يسن القانون، انه لا مانع انه هناك تكون حمله موحده لكل الاحزاب. والبروفيسور اسعد غانم رئيس الحزب دعا لهذا النداء الكبير، انه تعالوا نتعاون مع بعض من اجل رفع نسبه التصويت التي بالتالي ستعود بالفائده لكل الاحزاب دون استثناء. لذلك انا بقول في القضايا المصيريه والمحوريه يجب ان يكون هنالك، وهذا شيء يعني ما في خلاف عليه بين كل الاحزاب، انه نسبه التصويت يجب ان ترتفع الى اعلى، ويجب ان تكون في السقف العلوي للجماهير العربيه، وليس ان نكون في وانا ساسال شواطئ البحار. انا ساسال بالضبط هذا بدكم، بدناش نكون لا في شواطئ طيب. البحار ولا في خارج البلاد ولا في المنتزهات ولا في اي محل، هذا يوم قومي لتحديد انا مصيرنا. ساسالك استاذ حسن غفاري، طبعا انت ناشط وطني من منطلق المسؤوليه الوطنيه، يوم انتخابات عابر، هذه ممارسة ديمقراطية، لما الأحزاب العربية بشكل عام الآن نتحدث هنالك منافسة يحق لكل حزب أن ينافس وفق النظام الديمقراطي، ولكن في مثل هذه الحالات في مثل هذه المبادرات أو الاقتراحات ليه بيكونش تواصل بين الأحزاب العربية مشتركة كرامة ومساواة حزب الوحدة الشعبية؟ ما الذي يمنع؟ بدك أنا اليوم بلحظة قدام لحظة حقيقة، أولاً أنا بنطلق من محبة واحترام لكل إنسان في مجتمعنا العربي ولكل إنسان بشكل عام، اللي بتحدثه لا ما عندي أي هدف حتى انتخابي أو غير انتخابي من وراه، اللهم ويشهد علي الله إلا مصلحة شعبي ووطني. حدا اتهمك مش يا أبو لا لا بس كل هاي مقدمة للي بدك أحكينا لا 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 بدون والله مقدمة صلحة لا لا حقيقة أولا أنا بتوجه لكل دعاة المقاطعة لما بيشوفوا قاعدين إنه شعار المركزي تبع الليكود قديش أقل أصوات عرب، قديش أقل مصوتين عرب يصلوا الصندوق، وكديش اقل اعضاء كنيسة عرب، هذه اصوات بدها اليمين بدهاش هاي واحد للمقاطعين اللي انا بعرفهم شخصيا وناس وطنيين وصادقين ومخلصين، لكن يا عمي في مسؤوليه، اعتبر انت لما انا بتوجه للناس انا بعتبر يا اخي تصرف كانه انت عندك مصلحه تجاريه خاصه وانت بتدفع ثمن موقفك من جيبتك الخاصه. بعدين هون رحت لا احنا مش رحت لمحل ثاني ابو ظبي، احنا جمهورنا مش وقضايانا الوطنيه واليوميه مش حكوره داشره، ممنوع يروح علينا ولا صوت سودا لا من مقاطعين، بس في مقاطعين ايديولوجيين، في من ابناء البلد وفي من حزب الوفاء والاصلاح اليوم طلعوا بيان بنهايه المطاف، هذا اسلوب نضالي لازم نستفيد منه، وانا قلت لك هذا اصله مش كرم من اسرائيل، هذا بالامم المتحده فاقرت. طب انت رحت اسال موضوع المقاطعه ليه ما بتجاوبنيش على سؤالي؟ ليه بتجاوبنيش على الاحزاب اللي بدها اللي بدها تصوت؟ انا بتوجه لانه ما عندناش نطلع عندك هون نعم. قبل اربع خمسة اشهر بالانتخابات اللي بدها توجهت وما ردوش عليك، يعني شو ردوا عليك؟ انك لا تهدي من احباب ان الله يهدي من يشاء، ردوا عليك؟ انا علي ما على الرسول بس ردوا عليك. انا بسالك يا حبيبي انا ما على الرسول، انت صريح ردوا عليك ما على الرسول طيب. الا البلاغ ما بتردش حدا، شو البلاغ البلاغ حدا. اليوم يعني مع كل محبتي واحترامي والله العظيم انه احب عقلبي زي العسل انه كرامه ومساواه وحزب الوحدة الشعبية انهم يعبروا نسبة الحسم ان شاء الله، بس يا عمي مستحيل. لا لا طب شوي مستحيل لا لا ليش؟ طب نرجع بنرجع بدنا نبدد اصوات، نرجع شوي نرجع ابو ذر يا أبو عمي بدك ابو ذر هسه انت دخلت بدك 3200 باص على فكرة بلا لا تبلع الشوفير ابو ذر انا من هون لخليج العقبة انا لاحظت مشان تعبر نسبة الحسم انا لاحظت بدها مسؤولية شوي شوي لازم مفروض أبو ضار. مفروض لا لا طيب. مفروض مش السؤال هذا نخرج لها لفاصل نخرج لها لفاصل من ثم نعود ونواصل مع فاصل لا لا لا
نرجع هنا للقضايا السياسية، تعاون الأحزاب العربية فيما بينها، المشتركة، كرامة ومساواة، حزب الوحدة الشعبية. فيما يخص المبادرات، هنالك مبادرة اقتراح قانون لنصب كاميرات مراقبة داخل غرف الاقتراع، هل هناك تعاون أستاذ نصر أبو صافي؟ بعرفش إذا في تعاون أو غير تعاون، وإذا كان التعاون لأني مواضيع ولا أي توجهات. تحديد الكاميرات حسب رأيي هذا موضوع ممنوع يشغل الناخب العربي ولا القوائم والأحزاب العربية، إنما اللي يشغل الأحزاب والقيادات العربية كيف ننشط وكيف نخرج أكثر نسب وعدد ناس من الناخبين للصناديق بغض النظر على الكاميرات موجودة أو غير موجودة. هذا لازم يشغل الأحزاب والقيادات العربية، نطلع الناس تنتخب ونشجعها تمارس حقها الطبيعي والشرعي والديمقراطي في هذا العرس الديمقراطي، الانتخاب اللي هم يشوفوا صح. نعم، انا بدك ترد انت على حديث الاستاذ حسن غفاري قبل الخروج للفاصل. ما اود ان اقوله بكل بساطه، وكل كانت عمليا تفرد للمشتركه في المجتمع العربي، واهم تداعياته واهم النتائج اللي كانت فيه اقصاء اكثر شخصيه شعبيه في الوسط العربي واقوى شخصيه في الوسط العربي اللي هو السيد مازن غنايم، تم اقصائه في هب الريح، لانه هنالك كانت ديكتاتوريه وكانت فرض قوي جدا على، يعني ممنوع حدا يحكي، واحنا بنعمل لجنه الوفاق اعطت شروطها بشكل غير متوازن حتى بين الاحزاب وفرضت قوتها. انا استغرب على الاخ حسن اللي هو محارب قديم، وهو من أول من خرج أمام الجبهة ودخل الحزب التقدمية ودخلت الكنيسة، هو الآن وأكثر إنسان هاجم تصرفات المشتركة فيها في المحاصصة، في المحاصصة وفي المحاصصة وفي المقاعد وفي كل الترتيبات، والآن يخرج علينا كأننا حمائل وكأننا قطيع. يجب أن نذهب، يجب أن نذهب أين يريدون، كل قليلة التي لا تمثل سوى ثلث المجتمع العربي. المستوى العربي يجب أن يكون له تعددية، يجب أن يكون هناك أحزاب تخرج بشكل ديمقراطي وبشكل حر وتقول كلمتها. لا بأس، سنحن أقول لكل المستمعين هنا، نعم، سوف نتخطى نسبة الحسم بامتياز واستحقاق وبدعم قوي وكبير من الجماهير العربية. الجماهير العربية لا تريد الانفراد والتفرد، بل تريد التعددية والديمقراطية. يجب أن نكون مجتمع متحضر وحضاري يتقبل الواحد الآخر ويتقبل أراه. لا نريد ولن نقبل لو نكون صوت واحد، لن نقبل أن تكون هناك تفرد وديكتاتورية. نحن لسنا في الدول العربية ولا نظام السيسي ولا نظام الكذافي ولا أي نظام آخر، هنا دولة إسرائيل، دولة ديمقراطية، دولة ديمقراطية، كرامة ومساواة، دولة وتسجل أخرى عشر أحزاب. ليش ما اتفقوا بينهم أخي حسن؟ ليس لأحد الحق بأن يمنع عشر أحزاب، ليس لأحد الحق بأن يمنع أي إنسان. وقرار ومساواة وحزب الوحدة الشعبية. طب ليش ما عملتوا كتلة مع بعض؟ اسمعني، كان ممكن يكون أملكم أكبر. ليس لك الحق، هسه بتقدروا تعملوا. ليس لك الحق ولا لأي حزب آخر أن يتصرف بالناخب العربي كأنه رهينة يعمل ما هو يشاء فيه. لن نكون رهينة لأي حزب عربي. طيب، سنكون في الطليعة طيب. ولدينا نخبة من أفضل النخب، وعلى رأسها يقف بروفيسور في السياسة، معلم كبير، ولدينا نخبة قوية أنت تعترف بها بأنها من أفضل النخب في الوسط العربي حتى تفوق النخب اللي موجودة في المشتركة، ولذلك لها الحق الكامل شوي أن تكون في المشتركة. أستاذ حسن، إذا بدك توضح يعني ردا على رد، يعني أنا بدي اللي بقعدوا دائما على هذول الكرستين بحموا بسرعة. لا والله، نعم، ما هي هيك بالمرة. اللي أنا منطلقي مسؤولية على الأصوات، اللي يكون بكل لك كامش بحوت عربي، إحنا لازم نكون قديش أكثر. يا حبيبي، اللي تفضلت فيه كله كان منيح، صح ولا مش صح؟ قبل تقديم القوائم، كان في نظر. اليوم الوضع مختلف، لكل حادث حديث. اليوم بصيرش نمشي إحنا عنزي ولو طارت، في يعني لازم مسؤولية كبرى. أستاذ حسن، المسؤولية الوطنية بتقتضي اليوم المسؤولية الوطنية بتقتضي انه احنا نسحب القوائم اللي ما فيش امل انها تعبر نسبة الحسم، ودعم الموجود. كلامك ممكن يكون على عيني بأكثريته قبل تقديم القوائم، اليوم ملوش محل. يا عمي كان لحالي، كده جابوا يا حبيبي، مشان مستقبلك السياسي، مستقبل السياسي انت والحزب تبعك
والأحزاب الأخرى حزب من الوسط العربي يا أبوي ماشي على عيني وراسي بس يعطيه فرصة يا زلمة. طيب. بصير إن شاء الله اليوم أسجل حزب. طيب أستاذ حسن في تقرير لأنه نبقى نشوف انتهى الوقت أستاذ نصر في سياق لازال الجدال موجود جدال صحي أستاذ حسن أستاذ نصر إحنا أقلية والمفروض نمشي على وتيرة اللي لها أساس وأرضية خص بخص ومتينة وقوية ألا وهي كرجل تربية وتعليم أنا بآمن بالسيرورة طويلة المدى مزبوط. إنه نحترم ونربي ونثقف للتعددية بنظري مش أبعد. أقل أهمية من كمان عضو الناسر هون أو هون أو هون حركة أبناء البلد التاريخية قبل الانقسام هي اللي فرضت التعددية يا ناس. طيب خليكم بس أنا بقول التعددية هي لما خاف أستاذ حسن إلى سياق تاريخي ليش ما عملت نفس الشيء أنا عملت نفس الشيء عملت أستاذ حسن دخلت أنت في تقرير انا حابب لانه انتهى الوقت تقريبا في تقرير بدي تشوفوا الناس برضو شو بتحكي الناس الشارع شو قاعد بحكي تفضل. نعم قناة هلا مستمرة وضمن البرنامج الإخباري هذا اليوم بنشر سلسلة تقارير ميدانية يجوب من خلالها مراسلو قناة هلا البلدات العربية في المثلث والجليل والنقب لاستطلاع آراء الناخبين العرب حول انتخابات الكنيست الوشيكة. فنشاهد معا هذا التقرير الميداني من مدينة رهط لمراسل القناة الفضائية هلا حسين العبره.